يتيح متحف المركبات التابع لجامعة كارابوكا التركية لزواره فرصة الغوص في الماضي عبر التعرف على مختلف أنواع وسائط النقل من السيارات والسكك الحديدية والمركبات الجوية التي أوشكت بعضها على الاندثار. وفي ظل القيود المفروضة في الولايات التركية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، تجد العائلات في ولاية كارابوك شمال تركيا متنفساً للترفيه والتعرف على أبرز المركبات المتداولة قبل عشرات السنين. ويضم المتحف طائرات حربية وقطارات وسيارات كانت مستخدمة في الفترة بين أربعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إضافة إلى جرارات وحافلات. كما يزخر المتحف بالعديد من المركبات الكلاسيكية القديمة والتي تشتهر اليوم في تركيا بأنها رمز من رموز الأفلام التي استخدمت فيها. وقال رئيس جامعة كارابوك رفيق بولاط إن المتحف يحظى باهتمام وإقبال كبير من قبل سكان الولاية، ويوفر للسكان فرصة التعرف على المركبات القديمة، فيما يضفي أجواء مميزة على الحرم الجامعي.